يعاني مئات الفنيين بالمدينة الصناعية الجديدة في أسوان من مشاكل انقطاع التيار الكهربائي والمياه وغياب سيارات النظافة عن المدينة منذ 3 سنوات، إضافة إلى انتشار السرادقات في عدد كبير من الورش بسبب عدم التواجد الأمني بها. المزيد يرصده لنا التقرير التالي. يكفيك نظرة لتلك البوابات لتتخيل ما تخفيه الأسوار. أتظنها بناء قديما نسيه أصحابه؟ كلا، فأنت تنظر الآن إلى المدينة الصناعية في أسوان. ما في شغل خالص، وبعدين الناحية الثانية لا في مقاطع ولا في حكومة ولا في أي حد يجي يدور على الناس اللي هنا، ومواصلات ما تلاقيش، والسرقات سرقية عربية جايين وبيتت قدام ورقة ما تلاقيها، يعني أي حاجة ما فيش، ممكن تتكتل، ممكن تموت. طبعا احنا قاعدين في جبل، قاعدين في منطقة هنا احنا هنا. كأن وقف الحال الذي تعانيه المنطقة لا يكفي حتى تحاصرها المشاكل من كل جانب. هذا العامل الذي يعاني ضيق الحال بسبب الظروف الحالية التي تمر بها البلاد يتكبد أيضا عناء كبيرا نتيجة سياسات خاطئة دامت لسنوات وخلفت وراءها مشكلات عدة يعانيها هو وزملاؤه. ورد تمليك من ساعة موضوع الثورة والمشاكل، طبعا ما فيش، طبعا كل دقيقة عاوزين هم للإيجارات، طب ما فيش إيجارات، الناس حالة نايمة، ما فيش لجنة جات للإيجار، ما فيش يعني لحد بيدور، يجي لك في دقيقة يقول لك احنا عاوزين، الدنيا كلها بتجي تتقلب على الورش، طب فين الورش؟ ما هي الورش نايمة، بتورونا ايه الورش؟ يعني فيها واحد شغال فيها او اثنين شغالين فيها، هنجيب لهم من فين؟ مشكلات لم تجد حلا خارج أسوار تلك المدينة، أو لعلها عادة لدى القائمين على مشاريع القطاع العام. الخطط دوما حاضرة لكن دون تطبيق فعلي على أرض الواقع. 8.5 فدان منهم 4.5 خدمات للإسعاف والمطافي والشرطة والبريد والمخبز والإدارة بتاعتنا. طبعا ان شاء الله في هنحاول نفعل حاجات كتيرة جدا اليومين اللي جايين دول ان شاء الله. خطط وصفها العاملون بالبسيطة، لكنها ان طبقت فستغير الحال تغييرا كبيرا. دلوقتي احنا بنطالب بالسيارات المدينية اللي على المجمع الصناعي بأسوان، ويتحسب سعر الورشة بالسعر القديم الاولاني، والسيارات المدينية اللي علينا، لان احنا ما عندناش استعداد ندفع مدينية المبالغ الجامدة، ما عندناش استعداد ندفعها. لكن إلى أن يتم تنفيذ تلك المطالب سيبقى السؤال مطروحا، إلى متى ستظل المدينة الصناعية في أسوان كغيرها من المدن الجديدة في مصر مصدر طرد لا جذب للعاملين بها من الداخل والخارج؟ وإلى متى ستنحصر استجابة الدولة لشكاوى عامليها في زيارات مسؤولين لا تسمن ولا تغني من جوع؟